السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أعمل لكم رز حليب بالتاكل بارد مع جلي. خلينا أحكي لكم المكونات: لتر مي مع مج حليب ناشف، نص مج سكر، مج رز من لحبته صغيرة، وبشر ليمونة، وبكتين جلي من النبات اللي ببرد برا الثلاجة. خلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط المي، إذا لقينا المي قليلة ممكن نزودها، بس مو هلا. بنحطها على النار وبنشوف قبل ما تستوي، قبل ما يستوي الرز. إذا لقيناه جامد كتير ممكن ان نزود السكر، ما بنحطه الا بعد ما يستوي الرز. نحرك وبدنا نحطه على النار. وبشر الليمون ما بنحطه هسه، بنحطه بس يقرب يستوي، يعني قبل السكر بشوي. خلينا نحطه على النار افرجيكم اياه. هيك احنا حطيناه على النار، كل فتره بنيجي بنحركه قبل ما نحس انه الرز استوى، عشان نحط له بشر الليمون. طبعا الرز ما بنتقع، بنغسل غسل لانه بدنا النشا اللي فيه. هيك غلي، ما استوى الرز بس انه غلي الحليب. بنحط بشر الليمون، ممكن تحطي بشر برتقال كتير بيعطي طعم زاكي. بنخليه شوي بعدين بنحط السكر. هيك بنخليه على الغاز عبال ما يستوي الرز، ونشوف كيف بده مي او لا. هيك رجعنا للرز الحليب، نشوفه لقيناه جمد. بنحط عليه كمان مج مي، بنزيده عادي، بنزيده كاسة مي وبنخليه شوي يرجع يستوي، لانه بدي اياه انا يكون الرز دايب كتير. اذا لقينا الحليب خف، بس هو كمية الحليب منيحة يعني، بنسيبه تاني مرة يغلي وبنرجع نشوف كيف الرز صارت مستوية ولا لا. هيك الرز حليب صار جاهز. بنطفي عنه، نصبه في الكاسات، نحطه نستناه بس يبرد ونعمل له الجلي. بنحطه بالكاسات، بنعبي نص الكاسة لأنه بدنا نحط جلي فوقيها. بنخليهم يبردوا منيح، نحطهم بالثلاجة، بعدين بنطلعهم نحط عليهم الجلي. فرجيكم كيف طريقة عمل الجلي إن شاء الله. بدي أعملكم طريقة الجلي اللي بدنا نحطها على الرز حليب. حطينا مجين مي، نخليهم يغلوا، بعدين بنحط عليهم باكيت الجلي. هذا طريقة الجلي النباتي، بده كاستين مي سخنين مع باكيت من الجلي، باكيت جلي بس تغلي المي. بنحطه وبنحرك وبنسيبه يبرد شوي
بعدين بنحطه على كاسات الرز الحليب. هيك غليت المي، بدنا نحط باكيت الجيلي. بنحرك عشان يدوب. هي مولعة النار، ديروا بالكم، وهي مولعة النار. بنضلنا نحرك ليدوب كل السكر اللي بالجيلي. وبعدين بنطفي وبنستنى عليه شوي يبرد عشان نديره على الرز وحليب. هيك طلعنا الرز وحليب من التلاجة، بدنا نحط عليه الجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنسيبه يبرد ويجمد برا التلاجة. الجلي هذا ببرد برا التلاجة وبجمد، وبعدين بنحطه بالتلاجة وبتاكل بارد. وهيك جهز، صحتين وعافية.